الدفا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ناس كثيرة بتعاني من كثرة الديون، أسأل الله عز وجل أن يوسع على كل فقراء المسلمين يا رب العالمين. عندي لكم هدية النهاردة من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من يقبل تلك الهدية هيعرف إزاي يؤدي الدين اللي عليه، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى هيفرج عنه إن شاء الله وسيقضي عنه الدين في أقرب وقت. خذ الحديث الأولاني رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الله أكبر. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. مجرد بس أنك تستحضر النية أنك تؤدي هذا الدين وتدعو الله عز وجل أن يقضي عنك الدين، وتدعو بتلك الأدعية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي الله عز وجل عنك الدين. وأختم لكم بحديثين أيضا لقضاء الدين. في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما لمن تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وفي الحديث الأخير الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اشتكت من الفقر والدين: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فلو استحضرنا النية بأننا سنؤدي الدين الذي علينا، واستعنا بالله عز وجل قبل ذلك، ودعونا بتلك الأدعية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، لقضى الله عز وجل عنا الدين في أقرب وقت إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.